قيود الترشح للانتخابات الفلسطينية وآمال الشباب والمرأة بالتغيير. ففي ظل التعديلات القانونية التي جرت على قانون الانتخابات والنظام الانتخابي الفلسطيني، تم فرض قيود إضافية على الترشح لم تكن موجودة في أي من قوانين الانتخابات السابقة. هناك حرمان لقطاع واسع يطال الشباب بتحديد سن الترشح للانتخابات ب 28 عام. هذه نقطة فيها عوار واضح. نعم. نحن نرى بأنها لا تستقيم، والمنطق لا تستقيم، والعقل لا تستقيم، وما استقر عليه الفقه الدولي والتجارب المقارنة، يعني بعمل مقاربة سريعة مع معظم الأنظمة الانتخابية بغالبها في العالم. نعم. تتجه إلى تخفيض سن الترشح إلى 23 وما دون 23 مقبول. الانتخابات أحد أهم متطلباتها هي ضخ الحيوية إلى النظام السياسي، ضخ الدم الجديد إلى النظام السياسي. لا نشارك الحقيقة، تحاول كل قائمة انتخابية أن تستجيب للقانون غير المنصف للنساء، يتحدث عن 25-26% تمثيل في القوائم. إذن تشكل القوائم وتوضع البرامج ثم نعم. تدعى النساء ليملأنا بعض المقاعد هنا وهناك استكمالا لشرط انتخابي. نحن لا نريد فقط أن نحشد مرأة غير فاعلة، نحن كمرأة فلسطينية نريد المرأة الفاعلة في مكانها الفاعل، المكان الفاعل من خلال صنع القرار، من خلال أن تكون هنالك لها مشاركة في صنع التشريع، من خلال أن تعرض وجهة نظرها إزاء قضايا اجتماعية مختلفة ومتنوعة في الشارع الفلسطيني، ونحن في أمس الحاجة لهذا التجديد. ولكن الشباب بصراحة ربما لديهم الكثير من الأمور والمعيقات التي تعيق عليهم الدخول في سواء الانتخابات كمترشحين، خاصة وأن سن الترشح 28 عام. خلال هاي المدة التي لم ينتخب ممكن من سنة 90، يعني أنا مواليد سنة 1990، لم أنتخب في حياتي ولا مرة، لم أضع إصبعي في الحبر للانتخابات. نحن كشباب نشعر بالإحباط من هذا النظام السياسي الذي يعني شاخ وكبر وهرم، ليس فقط على الانتخابات التشريعية وإنما على التوظيفات، على الترقيات، على الأمناء العامون للفصائل الذي يبقى 30 عاما في نفس الموقع. الشباب هنا هم من يعطون اللحن لهذه العملية، اللحن، العقل، العقل الديمقراطي، التجديد في هذا العقل. كيف يستطيع هذا الشباب أن يعطي هذا اللحن؟ هذا يتم من خلال القوانين. إذن أنت كنت قد فعلت عملية فرز بالمعطيات وعملية توجيه مستمرة من خلال التضييق على عدد المشاركين.